مش انا وانت بس اللي راينا كده يا كريم، ناس كتير جدا اثارها نوع من الغضب يعني اثر التصريحات الخاصه بكراش. لا ولسه احنا معانا بقيه التصريحات، بس لا حاجه غريبه يعني انت حضرتك جاي، معلش مع احترامي الشديد، بس حضرتك بتقبض برضو مرتب نظير شغلك ونظير ان انت تحقق طموحات واحلام المصريين كلهم يعني، فده شيء غريب ان انا اجي اقول لك انا مش هممني بطوله العرب، انا مش هممني امم افريقيا، اما لا لا دي ثالث اهم بطوله بعد كاس العالم والامم مش يعني نظريه ابدا لا اوروبا. غريب جدا الكلام، غريب جدا. طب ما هو لسه في اغرب كمان، اديني خش علينا بالاغرب. بس مش كده وبس، هقول لك على حاجه. امبارح الجماهير فعلا كانت غضبانه جدا. ليه بقى؟ امبارح برضو جزء من تصريحات كيروش كان بيتكلم، او يمكن هو مش مدرك ان منتخب مصر هو يعني برضو مش حاجه سهله، المنتخب ده صاحب الارقام القياسيه يعني في البطوله، احنا بنتكلم تنظيما وفوزا وتهديفا، لما بنقول منتخب مصر لا حضرتك بتتكلم عن بجد ملك افريقيا يعني اللي توج باللقب اصلا 7 مرات. ربنا مش راح ينافس المرات منها 3 مرات كمان كانت متتاليه، وده تاريخ محدش يقدر ينساء. فلما نقول كده لا ده شيء صعب جدا. فعلى كل حال مش كفايه نهواد ان انت كبطله العرب طالعه رابع في كاس العرب صح. يعني وقلنا دي بروفا صح. يعني طبعا كل الناس وكانت الى حد يعني ما مقبوله، نقول لك يعني كاس العرب ماشي، لكن انت تخش على الامم افريقيا كمان تقول انا مش سيدها. لا 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 بالك، واحنا اسياد افريقيا ومنتخبنا بثقل وبزخم وبتاريخه، يا نهار ابيض. بص هو كمان قال حاجه امبارح برضو اثارت الغضب، يعني خليني انقل لحضراتكم الصوره. هو كان تصريح كده لحد دلوقتي الناس مش فاهمه، والبعض فسرها ان هو هزار، والبعض فسرها ان هي سخريه اصلا. هو قال احنا لدينا افضل لاعبين في العالم، وربما ينزع كريستيانو رونالدو من الامر، يعني اثر التصريح اللي هو قاله ده ان احنا عندنا افضل يعني لاعبين في العالم. فهل كيروش قالها يعني على سبيل المزاح مثلا او الهزار؟ بس هي ما اعتقدش، في الاول وفي الاخر انت لو ادركتها كده هي نكته يعني، ما اعتقدش، لان احنا لو بصينا تاني يا كريم احنا عندنا افضل لاعبين فعلا في العالم. يعني تعالى نسمي مع بعض، عندك محمد صلاح افضل فعلا لاعب في العالم، ده بالارقام، احنا مش احنا اللي اخترناه واحنا عشان مصريين فبنقول كده، لا ده بالارقام يعني. عندك مرموش، عندك تريزيجيه، عندك وعندك عندك اسماء كتيره جدا. فمعلش لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر يعني نخلي بالنا شويه من التصريحات لانها بتفرق. احنا دايما كنا بنقول كيروش تصريحاته ستريت فورورد وتو ذا بوينت وصريحه وما بيجاملش، الكلام ده كويس جدا، بس ما توصلش النقطة ان انت تثير غضب الجمهور او الجماهير، لان الناس مش حابة ده. وبعدين لو انت هتقارن محمد صلاح بكريستيانو، لا محمد صلاح يعني زي ما بتقال قيمة وقامة، حاجة لها تاريخ وربما يكون افضل. فمعلش يعني ما كان برضو تصريح امبارح عليه علامة استفهام بصراحة، انا مش عارفة. بس هقول لك على حاجة، خليه يصرح زي ما هو عايز، بس احنا عايزين بطولاتنا، احنا جايبينه عشان مشهد معينه صح كده، احنا عايزين البطولات دي ده اللي احنا كلنا فاهمين. لا شيء غريب بصراحه، والمشهد المعينه دي اخرها الوصول لكاس العالم بالمناسبه بالظبط، يعني مش بس وصول، مرورا بكل ما هو قبل كاس عرب استعوضها ربنا، طلعنا الربعين امم افريقيا، احنا مش رايحين ننافس، امال احنا رايحين نعمل ايه؟ ناخد فكره ناخد فكره بكلمك بامانه والله.